رح نتابع مع الأخبار الثقافية والفنية وبنبداها مع عروض السينما. عرض للفيلم الوثائقي بونجور بيروت للمخرج جورج صليبي والموسيقى للفنانة جاهدة وهبي، الموعد الليلة الساعة 8 المساء سينما متروبوليس أوبير سوفيل بالأشرفية. منتابع مع أخبارنا ضمن إطار لبنان بشهر شباط اللي عم بينظمها بيت الشباب والثقافة بزو مكيل، عدة محطات ثقافية وفنية، والموعد القريب ب 27 شهر مع ورشة عمل بعنوان شال من صوف على الساعة 5، من بعدها طاولة زهر الساعة 7، ومن بعدها عرض لفيلم بيع الخواتم للأخوين رحباني. اللي جاي جيب لي معك شي خاتم، يا بيع الخواتم رح يترك لي حبيبي. نتابع مع أخبارنا ديزني إن كونسرت تحت هالعنوان، عرض لفيلم فروزن بكل أغاني مع عرض موسيقى راقص مميز وأوركسترا مباشرة مع كورال وأداء منفرد لأغاني الفيلم، موعدين بخمسة وستة أدار بالبيال ببيروت، وذلك بالاشتراك مع أوركسترا الفيلارمونية اللبنانية مع أكثر من 50 موسيقى و16 شخص بالكورال. بأخبارنا أيضا الفرقة الكوبية بونافيستا سوشيال كلاب رح يوصلوا إلى بيروت لبيال إلى البيال تحديدا ب 23 أدار لتقديم أمسية فنية بعود ريعة لدعم مركز سرطان الأطفال بلبنان. إذا الموعد ب 23 أدار 7:30 المساء بالبيال. نتابع مع أخبارنا ضمن مهرجان البستان يلي حكيت عنه اليوم معظم الصحف بعيدا عن الأخبار السياسية، ويلي انطلق امبارح بتحية لشكسبير، بتابع مع محطاته مع 25 أمسية بشهر واحد تقريبا، ومن المحطات كارتون كونسرت يلي رح يقدمه أو رح تقدم خلاله ستيت يوث أوركسترا أوف أرمينيا مقطوعات موسيقية ومعزوفات لموسيقى صور متحركة، أول كارتون مثل بينك بانتر، توم أند جيري، لاين كينج وغيرهم، والموعد ب 13 أدار بمحطتين 4:30 و8:30 المساء. From the day we arrived on the planet والله كثير بحبه كثير بحبه هذا الموفي. من عروض مهرجان البستان ايضا محطه فنيه مع عازف الايقاع الفنان روني براك بامسي بعنوان سربرايز كونسرت الخميس 3 اذار 8:30 المساء، بترافقه فرقه موسيقيه من جورجيا عفوا.
منتابع مع اخبارنا. بيستمر الفنان عبد الكريم الشعار باحياء حفلات فنيه طربيه، ومن ريبرتوار ام كلثوم اختار الفنان عبد الكريم الشعار هالمره اغنيه فات الميعاد، كلمات مرسي جميل عزيز، الحان بليغ حمدي، بامسي بعنوان تفيد بايه يا ندم، مع فرقه موسيقيه بقياده زياد الاحمديه. السبت 20 شباط مترو المدينه، وعم نسمع من محطات فنيه سابقه للفنان عبد الكريم الشعار. ما استبقيت شيئا، أعطني أمر، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا، آه من قيدك أدمى معصمي. إطار المواعيد الثقافية أيضا، وتحديدا الموسيقى، موسيقى الحجة اللي بتقدمهم جامعة الأنطونية، موعد مع كوارتيتو دي تياترو دي سان كارلو بنابولي، مع ريبرتوار، لا الفرقة من نابولي بس الريبرتوار والحفلة هون، مع ريبرتوار لابوتشيني وموزار، الموعد الأربعة 9 أدار 8 المساء بكاتدرائية مارلويس للآباء الكبوشيين، والدخول مجاني. بذكرى مئوية الفنان زكي نصيف، وبالتزامن مع الاحتفالات ال 150 لانطلاق الجامعة الأمريكية ببيروت، رح بكون في أمسية موسيقية تحية تكريمية لروح الفنان زكي نصيف مع كورال وفرقة موسيقية بقيادة العميد جورج حرو، حيث رح بيتم إطلاق فرقة زكي نصيف للموسيقى العربية. الموعد اليوم الساعة 8 المساء بالجامعة الأمريكية ببيروت، وبنسمع من الفنان زكي نصيف. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الاخبار الثقافيه والفنيه، رح نرجع لعند جويل نعرف اكثر عن احوال الطرقات. مباشرة لغرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا على الخط المؤهل جهاد أبو زكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل. حركة السير الصباحية لليوم مداخل بيروت عم تشهد ازدحام مروري. بدي ابدأ من المدخل الشمالي لبيروت جوني، المسلك الغربي عم بيشهد كثافة سير مع بعض التوقف عم تتراوح ما بين جسر فؤاد شهاب وصولا لنفق نهر الكلب، ايضا على نفس المدخل نقاش انطلياج جل الديب وصولا لنهر الموت. الصالومي باتجاه الحايك، الحايك باتجاه سن الفيل، جسر الواطي حركة كثيفة، مدخل الجنوبي خلدي باتجاه الأنفاق المطار، وخلدي باتجاه الأوزاعي جناح أيضا في حركة كثيفة، محور الشويفات كفر شيما الحدث عم بيشهد ازدحام مروري بهذه الأثناء. بالنسبة لبيروت المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، كورنيش المزرعة بالاتجاهين، وأيضا السير القادم من المتحف باتجاه صديقه وصولا للنصرة. هيدا كل شيء بالنسبة للحركة الصباحية لليوم. نعم، يعني مشهد طبيعي مثل كل يوم أربعة. نعم كالمعتاد على طول. نعم. مداخل بيروت بهالفترة، فترة الذروة الصباحية بيكون في عليها ازدحام. هالضغط مزبوط. نعم. بالنسبة لحوادث السير، الحوادث اليوم كتير منخفضة حصيلة الحوادث. صار عندنا مجموعة خلال فترة ال 24 ساعة الماضية مجموعة الحوادث ثلاثة، نتج عنهم ثلاث جرحى، جبل لبنان حادثين جريحين، والبقاء حادث جريح. اما ان شاء الله دائما. ايه نعم، ان شاء الله بنكفي هيك على انخفاض مستمر. الاسباب بتعود معظمها للسرعه الزايده. اجراءات على الطرقات، التدابير الاستثنائيه لليوم في بمنطقه الاشرفيه مار مخايل، بدات اعمال حفريات بشارع فرعون اعتبارا من الساعه 8 وبدها تستمر لمده 6 ايام، وهيدي الاعمال بدها تؤدي لمنع مرور السير بالشارع المذكور وتحويله
إلى وتحويله إلى الطرقات الفرعية المجاورة. نتمنى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وأرشادات رجال قوى الأمن. إذا من هون لست أيام رح تكون ست أيام اعتبارا من اليوم لمدة نعم. ست أيام نعم. على كل حال نحن بكرة بنرجع بنحكيكم لناخد المزيد من التفاصيل. نتشكرك على كل هالمعلومات المؤهل جهاد أبو زكي. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا.